ألف الحمد لله على السلامة يا أستاذ نشأة. أهلين أهلين أخي أبو مروان، ليش هيك معذب حالك؟ يا سيدي من بعد ما سمعت منك رحلة العذاب اللي كنت فيها صار لازم تبل ريقك بدمعة مي باردة. من يد ما نعدمها. هنيئا إن شاء الله. الله يهنيك. بتعرف يا أبو مروان؟ نعم. يعني أنا اشتهيت هالميات الباردين لهالة خان. مو على رأسي أنا بوصل إياه. هلا طول بالك هتروح هتروح. يعني أنا بروح بناديلها. ما عليك أنت. هلا يا هلا. أيوة أيوة أستاذ نشأت. نعم. انزلي اشربي لك شوية مي باردة. إيه والله قلبك على قلبي. هلا لا عرفتي. انزلي تقبرين انزلي. احم احم. بالاذن استاذ نشأت. خليك قاعد عنا عم نتسلى. لا دخيلك تذكرت ام مروان ناطرتني على الشط. مع السلامه يا ابن مروان. استاذ نشأت مو هذا يلي باع بيته وحط مصاري كلها مع ياسين؟ هو بذاته. يلا هلا انزلي اشربي لك شويه مي بارده باللي ريقك. يلا جاي. شباك 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 وين رحت؟ أخي ما زبطت ما زبطت ما زبطت. لا ما زبطت ما زبطت ما زبطت. ما فيها شيء. شلون ما فيها شيء؟ هات لشوف شلون بدي ساوي لك أنا حتى فوش حالي. وقف مثل حكايتي هيك. دق هيك هيك هيك. ارفع ايديك لفوق. قربون على راسك شوي. لك شباك استسلمت فضحت لقدام العالم لك العالم بتضحك علينا. لك اخي شباك هي عم اساوي مثل ما انت عم تقلي. لك وينك؟ ارفع ايديك فوق. هي رفع فوق. قرب لي اياهم على راسك شوي. ها. هلا بقى بتشك فرد شكه بس بده يكونوا ايديك قبل جسمك. تفرج علي شلو. انا من وقت كنت صغير ما بحب السباحة إلا شك. هي الشك في أحلى من الشك. يلا حبيبي يلا يلا شكل أشوف. واحد اثنين على إشارتي. ها ثلاثة. شريف وهي وقعنا لك. الله يعطيكم العافية. يعني هاي مثل ما بتعرفوا شغلات روتينية. استاذ عارف يعني سؤال ولو كان بغير محله ممكن اسأله؟ اسأله بشكل سأل. عدم المؤاخذة إن احنا وقعنا على شيء موجود وشيء ما له موجود. اخسى عليك عم تخون الاستاذ عارف. حاشا لله يا ابو رياح شبنا. بس انا عندي بالركن هون 10 طاولات وقعت على 20 طاولة. فهمت عليك. بري عليك يا ابو زكي. عم يخونك وعم تقول له بري عليك. لما بيستفسر عن شيء غامض ما معناته عم يخونني يا ابو رياح. اللي حكي مزبوط ولا لا؟ مزبوط. انت هون بالركن ما عندك غير 10 طاولات. مزبوط. ايه بس الباقيه بالمستودع. شبنا ابو زكي. شبنا يا عم تخزينا قدام الاستاذ. ولو بسيطه بسيطه. يلا خاطركم. الله معك استاذ عارف. مع السلامه. الله معك.
ابو رياض. ايه بدي اقول لك، على علمك المستودع وين صاير؟ بالشام شبنا. خيسان؟ نعم؟ بتعرف شو جاي على بالي؟ نرجع ونكمل سباحة، ما هي؟ لك لا لك جاي على بالي نعطي استثمار صيد السمك لواحد من بيناتنا، يعني بدك تقول مثل خالي أبو رياح. يا عيني عليك، يا عيني عليك على هالفكرة يا ياسين. شلوني معك؟ صح، لأنه هاي المنطقة مليانة سمك، لا بدها شباك ولا بدها سنارة. لك سعيد بدي أسألك سؤال، شلون علقت السمكة بتمي؟ على ما أظن، وإن شاء الله ظني ما يخيب، هاي السمكة اللي علقت بشفتيرة كانت ناوية الانتحار. شو عرفان؟ قال شو عرفني، قال ما بدها اثنين يختلفوا عليها. ايه بس خلاص حلنا من السيرة. قاسي وانا راكد على شط البحر لمحت ام رياح وام روان وام زكي عم يطبخوا على الرمل. عم يطبخوا بين الناس؟ ايه نعم، حتى شميت ريحة بطاطا على ريحة باذنجان. انت عم تحكي جد ولا عم تمزح؟ شو عم بمزح؟ متأكد 100%. امشي لورجي. انت البس لقون وانا بلبس ومنروح، ويا ويلون اذا مثل ما انت قلت. شرف شرف. ايدي لي رقم الشاري. مين ساكن فيها؟ ثلاث زباين صاروا. شبك مستاجر وين يا موين؟ اهلين استاذ عارف، في شغله ضروريه رايح شوفها انا وهيثم. اذا لازمكم مساعده انا جاهز. لا شكرا، انت شوف شغلك. شرف هيثم. شرف استاذ عارف. الحيني صدقوني يا جماعه، كانه صار لي شهر كامل ماني اكل. صحتين. وهنا ابو مروان. لكن ابو مروان جو البحر بيفتح القابليه، معك مزكي؟ مزبوط حكيك، هاي تالت رغيف عم اكله. ألف صحة وعافية، أصلاً ما بتاكل إلا العافية. شايف ياسين؟ وهي أبو مروان قاعد معهم وعم يقلوا بطاطا بين الناس. مزبوط. هيثم؟ نعم. أنا ما أصدرت تعليمات ممنوع الطبخ والنفخ عشان لك لا لا ما أصدرت شيء. ما أصدرت؟ لا الحقني لعلك. أعطيني كاسة مي. وأنا كمان. أبو مروان أنا لما حماتك وتحبك يا سين. أبو مروان ريحة المنتجع صارت كلها باذنجان وبطاطا. قرب كلك لما هيثم. يا أهلا وسهلا بالأستاذ ياسين، اتفضلوا شاركونا. ما بعرف شو بدي إلكم. أبو مروان عيونه شرف معي كلمتين على انفراد. هيثم زكاتك نط نادر لأبو زكي، حاكم رح يخلصوا الأكلات. شو نسيتي إنه أنا نائبه لياسين؟ بعدين وينك رح ناديله، بس مو كرمالك كرمال ابو زكي. وهي هي كل القصة من اولها لاخرها اخي ياسين. بسيطة، على كل الحمد لله على سلامتكم. انا لو كان لي خبر كنت رأسا بعت هيثم بسيارة الاستاذ عارف جابكم واجا، وما كنتوا تعذبتوا كل هالعذاب. انو عذاب استاذ ياسين؟ قول موت احمر، لك الحمير جرتنا. شو تفضلتي؟ تسلميلي. قوم بعدين بنشوفه الاستاذ نشأت. قوم لك عود هلا بدنا نشوفه. طمني ياسين، كيف كان الافتتاح؟ شي ابها، كنت بشتهيك تكون معنا. على كل بعدين انا بحكي لك، هلا ارتاح وريح لي رجليك وريح اعصابك، والمسا منجتمع سوا ومنكرر شو بدنا نساوي. قول ان شاء الله.
يلا خاطركم. مع السلامة. الله يعافيك. مع السلامة. مين قلت لي جركة؟ الحمير. شو بهنا نشوتي؟ كلها ضربة شمس صغيرة ما عاد تقدر تتحملها. ضربة شمس؟ يا 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 غطمت. والله وتحقق حلم الشباب. شو عليكم طالعوني بزمة؟ أنا أحمد. مرحبا أستاذ. أهلين. بتعرف لي وين مكتب الحجوزات بالله؟ هنيك بالصدر. شكرا أستاذ عارف. أستاذ عارف. أستاذ بيعرفك؟ بجوز. بس هالصوت مو غريب علي. أنت تيسر يعمل يلي قلت لك عليه. انه ياسين ما ترى خبر وين هو؟ لا بس ما بصير الا ويرجع. تفضل استريحه. خالي الله يرضى عليكي، عملي لك محاوله بالتليفون، برك قاعد بالشاليه وعم يرتاح له شويه. مو تكرم عمي ابو رياح. شكرا. وها هذا هو الغريب. عفوا دخيلك. بسيطة بسيطة. دخيلك عفوا. صار لك شيء عمو؟ لا لا ما صار لي شيء. عدم المؤاخذة. حضرتك جديد عنا بالمنتجع ولا أهلك هون؟ لا هي جيتي وبدي أحجز. تكرم عينك. هيثم. نعم. الله يرضى عليك. خذوا حجز له وفهم ليلى بدير بال علي. يا عيني. تفضل عمي تفضل. تفضل عمو تفضل. مسكين كان رح يتكسر تكسير. بس هالصوت مو غريب عمي. وين سامعه يا ياسين؟ وين سامعه؟ وين سامعه؟ أكيد صوت أحمد. بس شو بده يجيب أحمد على المنتجع؟ أحمد مو هيك شكله. هذا رجال اختيار ومصوف بالمرة. أنت؟ أنا أي نعم. ممكن تحملي الشنطة؟ نعم. أنت غلطانة يا ست. ليش مو أنت الهولد بوي؟ لا أنا البوي يا جي. يا خانم أنا المدير العام تبع المنتجع كله. أنت؟ إيه نعم. أنا شو؟ وينك ياسين؟ غري قلبي عليك. مرحبا مدام. عفوا شو أنت ما عندك ذوق مدموزيل؟ أنا يلي عندي ذوق. أخذ العين. شو بنا ياسين؟ عم نحكي معك. شو بدك أنت تعمل؟ ياسين في موضوع هام لازم تعرفه. يا سيدي خليني ما أعرفه. يلا كل واحد يروح يشوف شغله. امشوا. ليه؟ أهلين وسهلين بالأنسة. فتني. يا ميت أهلا وسهلا يا أنسة فتني. معك قداحة؟ قداحة على عيني. لحظة. إيه يا شباب؟ شباك معك قداحة؟ شلون بدي يكون معي قداحة إذا أنا ما بدخن؟ وأنا كمان ما بدخن. كبريتة بيمشي الحال؟ أي شيء يشعل بيمشي حاله. كبريتة قداحة المهم تشعل. يسلموا هالأيام. أستاذ أنا ما مدري بمين عم شبهك. بتعرف واحد اسمه أحمد؟ هو اسمه أحمد. شو هالحكي؟ يكاد ليش انت بتعرفه؟ البلد مليانة ناس اسمه أحمد. مزبوط. بس هداك أحمد اللي أنا بعرفه ما بيشبهك. بس صوتك بيشبه صوته.
انت غير شكل. عن اذنكم تفضل تفضل يا عنيسه. قلي بما انك انت صاحب هذا المنتجع كله، اني احسن شاليه عندك؟ الشاليه تبعي. عفوا عفوا، يعني بقصد الشاليه اللي بتشبه الشاليه تبعي. طيب ممكن احجزها؟ لك من عيوني التلتين. شرفي خانم شرفي، لاحجز لك اياها. ليلى الله يرضى عليكي. بدنا العمى شو حلوة. بتريد شي استاذ ياسين؟ لا لا ما بريد شي، لسه ما اجوا ضيوفي. اوكي. طولت. شو يعني نسيت الموعد؟ اعوذ بالله. شو طول نسيت؟ ما بتنسى. شنو هي قالت لي جاي وحابة اتعرف عليك. عم تناديني يا سي؟ ليش انا فتحت تمي؟ ما عم نادي على حدا. شو رايك بهالجو يا سي؟ مو ابو زكي قد وقدود؟ روح هلا بعدين بنحكي. روح شباب. روح هلا. يا اهلين يا اهلين يا اهلين وسهلين باحلى عانسه. شافت عيني هلا وبعدين. تفضلي تفضلي. ميرسي كثير. شو قلت لي اسمك؟ أنا اسمي ياسين. لا تزعل مني ياسين، اسمك بلدي شوي وتقيل على لسان. شو بدي ساوي يا عانسي؟ أبي سماني ياسين، شنو على اسم جدي. شو بتحب تشرب أستاذ ياسين؟ بتسألي العانسي أول شي. شو بتحب الأنسي تشرب؟ جامايكا. مدري عاصمة أني بلد، بس أنا سمعان فيها. بك يا غشيم، هاي مو عاصمة بلدان، هاي أكلة بيحطوها بكاسات طويلة. بجوز. ايه بعدين؟ ونحن قاعدين على هالطاولة أنا وياها، حسيت لك حالي يا هيثم كأني طاير بالسما. حلو 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 حلو. ايه وبعدين؟ وبعد ما خلصت السهرة ايه صافحتني وحطت ايدها بايدي. يا لطيف، ايدها شو ناعمة ورقيقة. عين ايدك. ايه ايه من هدول يا سي، من هدول. ايه ايه وبعدين؟ بعدين فزينا من على هالطاولة وتمشينا انا وياها. هيك قضينا نتمشى 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 لو صدنا لقدام الشاليه تبعها. حلو. وشو رقم الشاليه تبعها؟ يا هي اللي شو اسمها؟ شو اسمها قلت لي؟ فتنة. ايه فتنة. شو رقم الشاليه تبعها يا سينو؟ وليش بدك تعرف رقم الشاليه تبعها؟ ليش هيك عيطت وحاولتني؟ شو غيران عليها مني؟ طبعا قصدي هي مو راضيانه تعطي رقم الشاليه تبعها لحدا. شنو هي فنانه كبيره ومشهوره وبتخاف من المعجبين والمعجبات. خيلتني نسيت حالي الصابون على راسي وما تكيفت. حتما هلا بتكون نازله بحالها غندره وسقسقه، وانا واقف هون تكسرت رجلي انا وروح واجي. ما كنت تاخرت عليك نشوقتي. ايه لا شو هالحكي هاد، ما حدا لاحقنا بعصاي ابدا. شو هذا اللي حاططتي على وشي؟ قلت لحالي يا بنت حطي على وشك شوية لبن مشان ما يتحرق بالشمس. عم اقول لحالي شو نسياني تفرك الكريم اللي على وشها؟ انا امتى كنت على وشي كريمات؟ امتى كنت حطها؟ امتى؟ ابدا انت ما بتحطي شيء بنهب. شرفي شرفي هالة خانو. يا عيني عليك يا أستاذ، عارف شو إنك منظم. شو الفاتورة هاي؟
ترجين اشوف؟ اي هي اجرة تمهيد الارض الرملية. بس مالك شايف انه المبلغ كبير؟ مزبوط حكاك، بس لا تنسى انه دافعين ثلاث ارباعه. مزبوط. وهي شو؟ هذا الكشف النهائي لحساب الدهانين والبلاطين. بس بتذكر انه حاسبناهم. لا تتطلع فيه وانت عم تحكي استاذ ياسين. لك وين بدي اطلع؟ اطلع مصدر راب بالكشف ووقع عليه طبعا بعد ما دقوا. اوعى تكون زعلت مني استاذ عارف. شنو المصاري اللي عم بدفعها؟ مصاري ولاد حارتي، وانا بعرف منين عم يجيبوها. تليفون عم يرن. نعم. ايه شو؟ يمكن تليفون الك استاذ عارف. الو. سي سينيور. Esto cosa papioni. Sì, sì. Della pasta? Oh, ravioli. Caniloni. Sì, signor. Adios. لك شو وشك خير علي يا ياسين؟ من يوم ما تعرفت عليك. خير، شو الأخبار؟ أخبار بتسر كتير سينيور ياسين. لك شو القصة اللي عم تصير معي؟ واحد بيقول لي سينيور ووحدة بتقول لي ميسيو. أخلو فيك تشترك بالمناقصة يلي هلا خبروني عنها. أنا بكفيني المنتجة وبس. يلا. وين استاذ شايفك عم تطب اغراضك؟ لازم سافر على ايطاليا باول طياره، ما تطول، اسبوع واحد بس. انا فهمت هيك شيء من التلفون اللي كنت عم تحكي، بس ما فهمت اللغه اللي كنت عم تحكيها. يلا اديوس ياسين. وقف، ما بدك تاخذ لك شوفات وتبع الحسابات كلها؟ مو بالاول لازم توقعها وتعرضها على مستشارك القانوني. حط بالخرج بلا مستشار بلا بطيخ. بتعرف يا استاذ عارف انه قلبي انشرح لك من اول ما شفتك، وانشرح زياده بعد افتتاح المنتجع. القلوب عن بعضها. استاذ عارف انت بتعرف انا ليش معين نشأة بهالمنصب؟ ليش؟ تنفيعه المهم بهالمشروع كله انا وانت وبس. اتذكرت يا سيدي، لازم توقع لي شيك بالمبالغ يلي بدي سددها للتجار والمتعاهدين. مو مشكلة، ولا الا انا لازم اسوي لك وكالة خاصة تتصرف وتصرف مثل ما بدك. لا لا لا، انا كل شيء بحبه على اصوله. هلا وقع لي شيك بالمبالغ اللي بدي سددها، وشغلة الوكالة بنحكي فيها بعدين. مثل ما بدك. قديش المبلغ؟ ان شاء الله بتسافر وبترجع بالسلامه يا استاذ عارف. امانه يا سينا. نعم. هي عاشر مره بسالك فيها، شو بتحب جيب لك معي من روما؟ خايف وصيك تقوم تنتزع وتخم معك على الطريق. ولا يهمك، انا بدبر حالي. اللي شو بتريد؟ الله خليك، بدي اياك تجيب لي معك شي نص كيلو لحمه جمل. لحمه جمل؟ ايه. لك شو عم تحكي يا سيد؟ مو انت رايح على دوما؟ لك رايح على روما. روما هي بايطاليا. روما؟ ها، انا سفتني. مرحبا، بدي اعرفك على استاذ عارف يلي هو. بردون ياسين، انا مالي فاضي ابدا، مره ثانيه ان شاء الله، باي. مشغوله. دخلك؟ نعم. من هو الصبيه هاي؟ هي الفنانه المعروفه فتنه. فتنه فتنه
فتني 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 وفناني؟ ايه دخلك بانو فيلم مسلي تذكرني؟ ما بعرف، انا لا شفت لا بالسينما ولا بالتلفزيون، بس هي قالت لي انا فنانة ومعروفة. ان شاء الله بتسافر وبترجع بالسلامة يا استاذ عارف. يلا خاطك ياسين، وفق الله معك. مع السلامة. تعم معي ياسين اوام، تعم معي. شوفي لوين بدي اجي معك؟ طالبينك على التليفون. ومين اللي طالبني على التليفون؟ ما بعرف، قلت له شو بدكم فيه؟ قال مالك علاقة، روح ناديله. مين يا ترى؟ شرف شرف. اسمع الشطرة، خلاص اتركيني خليني اروح على شغلي. لك ما بدك تشرب قهوتك بعد الاكل؟ ما في بالعادة، خاطرك. روح بس لا تتأخر. فنجاني يا فنجاني، قولولي وين راح نشأك براني. مرحبا ست هالة. مرحبتين أبو زكي، أهلين. شو الهي قاعدة لوحدة؟ شوفت عينك، قال جايين نقضينا كم يوم حلوين على البحر، عم طلع لي بشغلة غير المحاكم، قال شغل قال. بسيطة، بيخلص شغله وبيرجع. تأمريني شيخ دامة. أبو زكي. نعم. اللي شو عاملين غدا؟ نعم، وهذا اللي قدامك شو لك؟ هذا فتح تم. ايوه فتح تم. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، شرفتونا. اهلا وسهلا فيك، مع السلامة. مرحبا بي. اهلين بابا، شو حامل بيدك؟ قال بتقول لك امي لك تاخذ هالاغراض وتروح على الشاطئ. عم بقول مين واعد على السباحة؟ هات من ايدك هاد. يا سوسن. نعم أبو زكي. الله يرضى عليكي، مين ما سأل عني ليلو أبو زكي رايح ربع ساعة وراجع. تكرم. يلا. بدك لا تقرقني. نقرق أبي. يا أخت يا أخت. أيوة أنا. مرحبا يا أخت. أهلا. تعرفي لي واحد اسمه برياح؟ أبو رياح؟ إيه؟ إيه هون محله، بس هلأ مو موجود. بتعرفي لي قديش رقم الشاليه تبعه؟ رقم الشاليه تبعه على ما أظن 162. قلتي لي 162؟ إيه. شكراً. أهلاً. شكراً كثير. خاطرك يا ست. مع السلامة. ما في حدا، هلا حكيت معه وحكى معي وقال بده اياك، شلون ما في حدا؟ الله يصلحك يا هيثم، كان لازم تساله مين حضرته؟ لك صحيح ما في حدا. شو عم؟ استاذ ياسين، انا اسف، اتاخرت عليك. اهلين استاذ نشأة، الحاني على المكتب. شو القصة؟ شايفه مو على بعضه. مو مصدق حاله انه صار مدير عام. مدير عام؟ لك. لك وين كل هلا؟ غلي قلبي عليكم. روعنا برياح، مشان الله روي، هل كتنا ثوريات بنص البحر. لك شو هذا اللي عم تشوفه عيوني؟ يا لطيف يا لطيف. ان شاء الله شفتوا البضاعة. جبناها، نروح نفحصهم هلا. طولوا بالكم شباب، نزلوا البضاعة قبل ما حدا يشوفها مشان الله. يلا خلصونا. اجلوا حركوا. لك تحركوا. اصبر يا سيدي. شو طلع لك معي؟ هلا مو وقتها، بعدين بتحاسب. لا حبيبي، قال من حب احبابه كل شيء بحسابه. حبيبي ابو رياح، انت دفر البضاعه بعدين بشيل اللي بدك اياه. هلا شو اتفقنا انا وياك حبيبي؟ ايه. يلي بيطلع من خاطرك هاته. يعني قديش يلي بيطلع من خاطرك؟ لك نعمل كريم. ماشي خلاص روح.
زبطتك يا أبو رياح زبطتك. لا وشو بالجرم المشهود؟ إيه أنا إلك ولو كان على رأسك ريشي. نعم. شفت لنا شي طوق ذهب عليه حرف ام؟ وين ضوعتوه؟ ما بعرف، بعد ما طلعنا البحر ما قطع صدرها ما لقته. عندكم الشهود بيشهدوا بانه اختك كانت حاطه طوق الذهب برقبتها؟ انا وامي. ما بدي شهود من قرايبينكم، بدي شهود غرباء. عمو ياسين. حلو، هلا منروح منلوي بعليه، بعدين لكل حادث حديث. عمو منين نمشي؟ الحقوني. راح علينا البحر بس بتضل المصاري أحسن. 162 هون حطنا الجمال، يا ترى هو جوا ولا برا؟ احسن شي فاجئه ودق عليه. مين؟ انا ولي ام رياح. احلى تكشفني، حاكم هي العن من جوزها. نعم مر يا أخي. الحاج أبو رياح موجود؟ حلوة هاي الحاج. لا أخي، بتلاقيه بركن البيتزا. وإمتى بيرجع؟ يا شو عرفني؟ بس ما قلت لي مين حضرتك؟ الليلو الليلو عابر سبيل. بعرف كل أصحابه لأبو رياح، ما عنده واحد اسمه عابر سبيل. بجوز بتعرف عليه من جديد. فكرة عظيمة انك تخلي المستثمرين يدفعوا كل الاموال الطائلة هي مشان يستلموا هيك شغلة. لك انا غير اول، صرت بعرف كيف بدي اتصرف. بهالحالة هي بدها تكون الارباح مثالية. هلا بلشت تفهم قصدي، شلون عرفت؟ هي بدها ذكاء. بس بالفترة الاولانية، يعني هالسنه بس، هيك قال لي عارف. عارف؟ من هذا الرجل بخاف منه. شو رايك ياسين تعطيه نسبته من اللي اتفقتوا عليها وفوق كم قرش وتصرفه؟ صرفه؟ لك يا اخي هذا رجل منيح وما في منه، بتحسه دائما شو اسمه؟ ايوه بزنس مان. انا احساسي ماني مطمئن لهالرجال نوب. وانا بالاول كان عندي نفس الاحساس، بس هلا لو تشوفوا كيف عم يركض من هون لهون ليأمن زباين ويشغل المشروع. عند اذنك. تفضل. نعم ابن الحلال عند ذكرى بيبان. اي 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 فكرة حلوة كتير، بس شلون بدها تصير؟ اي اي يعني
معك الهم بنوم؟ ما بعرف هلأ بعمل اجتماع وبشوف استعداد المطاعم لهيك مشروع. دخلك بدنا ناخد شي اجرة من الزباين. لك شلون راحت عن بالي؟ ايه لا يكن لك فكري، بحط لك خبر عند العنسة صفاء. مع السلامة. خير ان شاء الله. في شي مشروع جديد؟ قال ما له مطمن لو عال. ايه بده يسافر وعقله معنا هون. شو ياسين؟ سمعتك عم تقله عن استعداد المطاعم. شو بالظاهر رح يبعث لك جروب سياحي؟ لك لا، بده يانا نعمل حفلات فنية المسويات بالتراس والحديقة البحرية. حفلات؟ يا سلام، فكرة رائعة جدا. لك عمي، أنا بعرف مع مين اتعامل، الرجل شغلته هالشغلة. لا اتصل بليلى تبعت لي هيثم عن اذنك. معقوله عارف صار يفهم يا شغلة الفندق؟ يرضى عليك يا ليلى، ابعتي لي هيثم فورا. فتح عينك على المليان. انو منو هي عليك فنجان قهوه؟ دوري هلا. يلا العافيه. انو منو هي عليك بيتزا. عيدة عيدة عيدة. يلا فتح عينا. ايه هاي عليك اكلة سمك. تضرب شو زنيخ. هلا انا بدي احزر. هلا بتشوف. هاي عليك العصير. ما بصير زكي عم تغش. لا لا ترقيني زكي. نعم خلاص. رجاء ديري بالك. انت بده ياني هلا وبسرعة. ايه جايكن. ها هلا جايكن. هات انا بدي اعمل هلا احزر اذا كنت ذكي. ذكي خلاص. وين راحت عيونك؟ لا بس يعني كني شايفة هالوش زبونة جديدة. ما انت شو بدك فيها؟ ولا شي. قوم خلينا نروح نشوف صفاء. يلا ما حنا نكمل لعبة. تصطفل انا رايحة لحالي. شي بيقرق. اقتراحك معقول وقانوني بس الاحتياط واجب يا سين. طيب استاذ برأيك شو هو الاحتياط؟ الاحتياط الاحتياط الاحتياط. ها لقيتها. اوام اللي ياها استاذ. الشيكات ما بتنصرف الا بتوقيعين، توقيعك وتوقيع عارف، وبهيك بتكون ضمنت المصاري الداخلي والخارجي. بس بدك الاستاذ عارف يوافق على هالشغله. اللي ياسين. نعم. عارف هو اللي اقترح عليك التوقيع على الشيكات؟ لا انا حبيت اعمل توكيل بالصرف شنو انا مالي فاضي. يا دوبي اقعد هون بالمكتب ودير المنتجع. الو مين؟ اعطيني اياه. الو اهلين وسهلين. الو الو انقطع الخط. يمكن غلطان بالرقم. ما قلت لي ياسين روح اعمل مسودة قرار
بنص على اعتماد توقيع عارف بالبنك؟ على شرط يحط توقيعه قبل توقيعي. هلأ ضروري يقطع علينا السباحة هذا ياسين؟ هلأ امشي وبلا قرقرة. لك يلي بدي افهمه، نحن جاي ننبسط ونغير جو ولا جاي تعمل اجتماعات؟ ومين مكلبشك من ايديك وعملك ما تنبسطي ولا تشمسي كمان؟ وليش عم تعصب علي؟ اي قطع هالجي وساعتها؟ خلص عدي، هاي الاغراض عندك وانا رايح. يوه لوين رايح؟ عندي اجتماع بخلصه وبيجي باخدك. وبلكي طول الاجتماع معكم مثل هديك المرة؟ يا ستي بعتذر من الاجتماع وبجي بوصلك على الشاليه. عدي بقى. شفت شلون لقيت حل؟ لك الله يخلي لي اياك يا ابو زكي. يلا عدي خاطري. الله معك. بونسوار. بونسوار ورحمة الله وبركاته. هالوش مو غريب علي. خير هيثم، ليش الاجتماع ضروري؟ علمي علمك، قال لي الاستاذ ياسين نادي لي لمجلس إدارة. اللهم اجعله خير. خير خير يا جماعة، شو مناسبة الاجتماع؟ علمي علمك، قال لي ياسين نادي لمجلس الإدارة. هلا معقول ياسين يقطع علينا هيك أوقات حلوة مشان اجتماع؟ قانونيا لازم يكون التبليغ عن أي اجتماع قبل 24 ساعة، أنا هيك بعرف. لما كنت بسلك الشرطة شرفوا على الاجتماع. يلا طول بالك للكمال. كمل النصاب. يه والأستاذ نشأة؟ يييي من زمان جوا. شو هالحكي؟ شرف أبو مروان شرف. باردون يا مدموزيل. أهلين يا آنسة. بدي أسألك، مين هالحواشي اللي فاتوا على مكتب ياسين؟ قصدك مجلس الإدارة؟ ياي هلأ هدول مجلس الإدارة؟ إيه عندك اعتراض؟ أبداً تشاو. بعمري ما شفت هيك زبونة حشرية. هلأ هدول مجلس الإدارة؟ يسلموا. تعز السمك، ماري السمك، يا ريع السمك. يا بنا رياح، خف اخذين النفي. اي والله اللي بشوفك عم تصرف السمك، شلون ما كان بيقول ما معك رخصة ببيع السمك. هو ياسين عطاني رخصة للسمك، بس مو مشان هيك سمك. شبنا رياح. ايه فهمت عليك يا بي، بس ابو زكي وينه ومالي شايفه. لك ليش عم اقول لك خفها؟ ايه فهمت عليك. يلا. ايه صحيح يا بي، قال اجا واحد سأل عنك بالشاليه. شو اسمه؟ قال اسمه عابر سبيل. عابر سبيل، عابر سبيل. اهلين وسهلين، اهلين وسهلين، تفضلي قانون شرفي. اهلين وسهلين. هذا السمك، بعلي السمك. اهلين وسهلين باحلى زبونه بهالمنتجع. اهلين بالانسه. اهلا. تعال. ابو رياح، شم ريحه ما حلوه، شو هذا السمك فاسد؟ اعوذ بالله، ما صار لي ساعه طالعه من البحر. بس ريحته غريبة. مو غريب إلا الشيطان. أنا اليوم أعزمك على أكلة سمك، بدك تاكلي أصابيعك وراها. من السمك ها؟ لا 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 لا، أنت أمري وبيحضر واجبي. بيني وبينك أنا جاي على بالي أكلة سمك. يا على عيني وراسي. رياح رياح. بس أبو رياح عن جد ريحته السمك أبدا ما حلوة. إيه؟ لسه بتقلي مو حلوة، مقبولة مني خانوم. ماشي أبو رياح، يلا باي. باي. عم نستناك على الغدا خانوم. رياح. لك رياح؟ نعم جاي. بعد شو رأيكم؟ من الناحية القانونية أنا إلي تحفظ على نقطة واحدة. شو هي؟ اللي إياها قبل ما نتورط ونورط المساهمين معنا. الضرائب والرسوم، مين بده يتحملها؟ هو الحقيقة الأستاذ عارف قال لي إنه نحن معفيين من الضرائب والرسوم. شو بنا استاذ اشقر؟ ايش هو بنا؟ لما الاستاذ عارف عارف يلي عم يقوله ما كان حكى لياسين، ما هيك ياسين؟ مزبوط اخي ابو زكي،
شو استعداد المطاعم لهيك مشروع؟ هو في الحقيقة عمالي ومطابخي وكراسي كله جاهزين، بس يعني إلي سؤال لو كان بغير محله. اسأل ولا يهمك. يعني العمال والطباخين اللي عندي بيطلعون عمل أضافي، قصدي هي اللي بيسموها يعني الأوفر تايم.